السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيب، كيف حالكم؟ طيب الحمد لله. نحبكم في الله. الله يسلمك. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا أم معها ثلاث أولاد ذكور، كل ولد متزوج في بيته لحاله، ومعها بنتها مطلقة ومعها ابنها بتقوم على خدمتها. نعم. الآن البنت تريد الزواج، فهل تتزوج وتغضب أمها وأمها بتقول لها أنا غضبان عليك لو أنت سبتيني وتتزوجتي، ولا تقعد مع أمها؟ هي بالخيار، لكن لو تريد التعفف تتزوج. طب خدمة أمها سيدنا مسؤولية الأبناء الذكور. نعم ربنا. طب لو وقعت مع أمها ورفضت الزواج، كم عمرها يا أخي؟ نعم سيدنا، كم عمرها؟ يعني تحت 40. والله إن كانت تخشى على نفسها الفتنة فالأولى تتزوج. نعم ربنا يبارك لك يا سيدنا، جزاك الله خير. الله يكرمك.